السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هناخد مع بعض اول درس في النحو، وهو انواع الخبر. تعال نشوف انواع الخبر كام نوع. انواع الخبر اما جملة اما مفرد اما شبه جملة. وخلي بالك الخبر الجملة ينقسم لقسمين، اما جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة يعني جار ومجرور أو ظرف. تعالوا نتعرف على كل نوع لوحده. أول نوع هو الخبر المفرد. يعني إيه خبر مفرد؟ يعني كلمة واحدة، بمعنى هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. يبقى الخبر المفرد كلمة واحدة بصرف النظر عن عددها كام. أول مثال معايا بيقول العامل متقن عمله. فين الخبر؟ عشان تعرف فين الخبر اجري على المبتدأ واسأله ماله، أول ما يرد عليك يبقى ده الخبر. فين المبتدأ هنا؟ العامل. هو العامل ماله؟ متقن. ده الخبر. نوعه ايه؟ مفرد. ليه؟ لأنها كلمة واحد. المثال الثاني بيقول الصديقان متحابان. الصديقان مالهما؟ متحابان. ده الخبر. نوع الخبر مفرد. الرجال مجتمعون. الرجال مالهم؟ مجتمعون. يبقى مجتمعون ده الخبر. تعال نعرف كلمة متقن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب متحابان؟ لا، ده خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه متنى. مجتمعون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى أنت مالكش دعوة الكلمة بتاعتي بتدل على إيه. جت متقن مفرد، متحابان متنى، مجتمعون جمع. المهم إن الخبر المفرد كلمة واحدة فقط. النوع الثاني هو الخبر الجملة. وزي ما اتفقنا إن الخبر الجملة يتكون من إما جملة اسمية أو جملة فعلية، لابد من وجود ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدأ. تعال نقرأ الملحوظة دي مع بعض. يجب أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يعود على المبتدأ الأول ويطابقه. هيطابقه في إيه؟ زيه بالظبط في إيه؟ في النوع والعدد. الضمير ده يسمى رابط، ويكون إما ظاهرا إذا كان الجملة اسمية، أو ظاهر أو مستتر إذا كان الخبر بتاعي جملة فعلية. أول نوع في الخبر الجملة خبر الجملة الاسمية. تعال نقرأ الفتاتان مالهم؟ صوتهما جميل. خبر جملة اسمية هو. ليه؟ في ثلاث حاجات، في مبتدأ وضمير وخبر. فين الرابط؟ هما. المثال الثاني اللاعبون مالهم؟ حركتهم منظمة. ثلاث أركان بتوعي، مبتدأ ضمير خبر. فين الرابط؟ هم الضمير. يلا نعرف مع بعض العامل صنعه متقن. العامل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صنعه ده خبر جملة اسمية، والجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. ده معناه ان عندي مبتدأ ثاني اهو، يبقى صنعه مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب والهاء اللي هو الرابط هعرفه ايه؟ هعرفه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. كمان مرة، الضمير ده بعرفه ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. متقن ده خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب ايه ده؟ امال فين خبر المبتدأ الاول؟ الجملة الاسمية.
صنعه متقن في محل رفع خبر المبتدأ الأول. النوع الثاني من الخبر الجملة هو الخبر الجملة الفعلية. الخير ماله؟ يهدي إلى البر. فين الرابط؟ الرابط هنا ضمير مستتر. الجنود يدافعون عن الوطن. الجنود مالهم؟ رد بسرعة وقال لي يدافعون. فين الرابط؟ واو الجمع. نوع الخبر هنا ايه؟ جملة فعلية لانه فعل. المثال الاخير بيقول التلميذات يذاكرا الدرس. الرابط عندي هنا هي نون النسوة. التلميذات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويذاكرا فعل مضارع، والنون ضمير مبني في محل رفع فاعل. ايه ده؟ فين الخبر بتاع التلميذات؟ الجملة الفعلية يذاكرا في محل رفع خبر. اخر نوع من انواع الخبر الخبر شبه جملة. والشبه الجملة بيتكون من جر ومجرور او ظرف، وده لا يحتاج الى ضمير. تعال نشوف خبر شبه جملة يجي ازاي مع الظرف. القائد امام الجنود. القائد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، امام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الجنود مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فين خبر القائد؟ شبه الجملة امام الجنود في محل رفع خبر. طب لما يجي جر ومجرور؟ القلم في الدرج. القلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في حرف جر، والدرج اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فين الخبر؟ شبه الجملة في الدرج في محل رفع خبر. تعال نحل مع بعض. يلا. السؤال بيقول حدد نوع الخبر. الرياضة ممتعة. قلت لك من شوية عشان تجيب الخبر اجري على المبتدأ واسأله ماله. هي الرياضة مالها؟ ممتعة. كلمة واحدة تصل. يبقى نوع الخبر بتاعي مفرد. الجندي ماله؟ في المعركة. حرف جر واسم مجرور. يبقى نوع الخبر ايه؟ شبه جملة. المعرفة تنفع صاحبها. المعرفة مالها؟ تنفع، وتنفع ده فعل. يبقى نوع الخبر جملة فعلية. الشجرة ثمارها ناضجة. ثمارها ناضجة. التلات أركان بتوعي هم. يبقى نوع الخبر إيه؟ جملة اسمية. السؤال اللي بعده، الطلاب مجتهدون. الخبر بتاعي هنا مفرد. أنا عايزه خبر جملة فعلية. بسرعة حول الاسم لفعل. تبقى الطلاب يجتهدون. المثال الثاني، البيت حجراته واسعة. الخبر هنا حجراته واسعة. ثلاثة هم، خبر جملة اسمية. أنا بقى عايزة مفرد. هعمل إيه؟ اجري للخبر الجملة الاسمية وعمل له كروس. فهقول إيه؟ البيت واسع حجراته. كده احنا خلصنا. يا رب تكونوا فهمتم، وبالتوفيق يا رب والنجاح.